على ثالث تبليغ سووا له وما يجي. نعم سيدي. خلاص سووا له امر القاء قبض وجيبوا لي اياه هنا. صار سيدي. عارف عبد الصاحب؟ نعم سيدي. هذه للعامه باليد. صار سيدي. نعم اخي. سيدي انا عبود مطلق الضامن سيدي. عبود؟ انت عبود ابو الجقاير. نعم سيدي. عبود شبيك؟ سيدي جيت ابلغ سيدي. تبلغ؟ نعم. على ويش؟ جريمة قتل سيدي. قتل؟ قتل من؟ زوجتي سيدي. انزل عليك وقتها شوفي عيني خوفي كل شيء تسوون دقائق واني يبكم عود حضري لي شاش وقطن اي الحنه انا ادبرها من الجوارين اطلب شويه
الحنة المن غير اللي صرت تجاهل. زين عيني اقول لك خوخه باب ندعي عندك اروح افتحها. دروحي هسه روحي مع السلامه. يوم يوم الشرطه على الباب. الشرطه شنو؟ الشرطه لك دروح لك يلا فرجها اروح اجيب مرت بدري بالعجل. بدري يا شيختي ما تفتي باب هذول الشرطه جوج. هاي يمكن مرت المعاون جتها جيبوبه. دروح افتح يلا عاد افتح بابا. يا مرت المعاون ذول جايين بهمه راح يسفون الباب. سمعي سمعي لك احنا كل شيء ما مسوين. نروح بالعجل روح افتح الباب. هذا عبود لو هيبه وصلوه لي فوق. سمع يوم انا راح اصعد لسطح فوق مزن الثيقه على بيت خضير ابو الانقاد وانت صار مطلع مو كنت ما تسمعين ولا سلوج على حسيب وين قولي لهم كشعاع. يوم ديبلش على طيوري خطيه كشعاع. عارف عبد الصاحب؟ نعم سيدي. اخاف ماكو احد بالبيت. سيدي انا دا اسمع صوت واحنا وبالسياره شفت واحد كنا مطيرشي يلوح بعصه وبيها خرقه. زين تروح للجيران. نعم سيدي. واذا اقتضى الحال تصعد لهم للسطح. امرك سيدي. قدري خمادي شماله حجيه يمه افتح الباب رجان. جات عيني جات صار. انت حجيه فتنه؟ اي عيني خير. تفضلي ويانا. وين؟ للمركز. ليش؟ الاخ هنا مقدم شكوى ضدك والقاضي امر باستقدامك فورا. عفوت ام شاب ليسك عم تنزف حجيه؟ الشاب ام شاب بخطر. شاب منو؟ ام شاب منو؟ خاف الله على المستشفى غير ولا جان الشاب ام شاب هسه جوا التراب. يا عيني ايه؟ مرتك جابت ولد على الخير قرت عينك. انا قلت بيها ولد لان الولد عصي وما يطلع بسهوله. وسهو هم طلع بصايتك مو؟ سيدي بعرض الدرايه انت بلفنا خمس بطال لا خمسه لي ست بطاله دم شدوا لها النزومه بالمستشفى وهي بعدها بخطر والسبب هالعجوز الشوم هاي. شوم بعينك؟ انت ليش ما تتأدب؟ اخذوها. شنو؟ دمجي احترم انا مره كبيره. شنو؟ سيدي هاي عدتها نعت؟ ها تعويض تعويض تعويض. انا طلبت مليون انت اطلب سته. كل هالخاكي وهذا المعاون واقف وكليته شو؟ انت سيدي شلون يعني؟ يعني احنا نظل نجر ونعور؟ ايدي جروها؟ انا ما اطلع منها الا اذا تجيبوا لي رجي شمالي واخوتي قدري وحمادي. هاي توما بالقتل ماما زوجك منه واخوش منه. هسه لو تجي الداخلية كلها ما اتزحزح شبر من مكاني الا تجيبوني رجي جماله جماله. اوهو هاي شلون حفظها؟ ترى اسويها شرفية ها. اي وعاد ستي من حورك. جد جد اذا ما خلي الولد يفركون حقك فرق. ها سيدي شفت هددت 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 وجماله انتم عايفيها ايدي جروها. بابا نسحلها الناس شو تقول علينا؟ ادري يعني هسه مو نسومه بخطر. انتم مو سلطه تنفيذيه امر القاضي نفذوا. يعني شلون يعني؟ ترى بعرضي استأنف واطلب تعويض ثاني. اي مو تقولوا نعم نعم هي طاجر لعد طك التاكسي واروح للوزاره ولا بدبدب يعني حق ينبلع ينوكل ولا شلون يعني؟ فهموني بابا. نعم اي مو زحمه اي مو مره كبيره. سيدي الجيران يقولون ابنها قلب على السطح واكو اثار على التيغه. هذا اكيد مسوي له فكسوره. اسمع. نعم سيدي. اخذوها واذا ما قبلت شيلوها. نعم سيدي. ما تقول لي هاي شلون تنشال؟ عم نجيب لها بلدوزر ونشيلها. والله ما ادري انتم مو حكومه. اي انتم حكومه ما اعرف. اخ اخ يا عبود يا ابو الجغير انا لك. ها 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 وتد يا بعد ما اسبيك سبايه فلا اني عبود الضامن ابو شاب ابو الجغير. اقول لك حجيه تقومين لو نسحبك بالقوه. اقول اعتدوا علي واوصلها للظالين. كل شيء يطلع منك كل شيء. أموس حجي راضي لو لا مو لك غيرك بعد. امشي يا ابو الجغاير امشي جيبوني شماله شماله. لكم بابا حفروا حفروا جواها الى ما اقلعك قلع بعرضي اقلعك قلع اليوم. قومي قومي حجيه قومي احسن لك. شماله اريد شماله اريد رجي شماله. يا بدي جيبوا لها جراندايزر الخاطر الله عريف يخلصونا. عنادش هذا يا حجيه ترى يتركب على يماده ويذب السجن. شماله عريف اذا جيب لها حبل طقها كتاب دبها بالسياره. بابا شنو هعبل مو عيب؟ يا لك انت ليش ما تستحي؟ ناجا هاني وتجروني بحبل. الماء يجي بعصا موسى يجي بعصا فرعون. فرعون بعينك
لك ايش تبهذني عبود؟ لك انا سويت لك، ما تخاف من ربك. شو مسويه؟ مطبر الناس حد يفتني، طبر الناس، المره تنزف تم وانت شيلها، مشى مع الخيط ها؟ سبع غرازات خياط بنسيمه، انفجار بالرحم صار من ورا جدي. بعد شو تريد؟ مقموع وجابت لك، وهسه هي قايمه على حالها، بعد شو تريد؟ اريد حقي وحق رسومه وحق شهوبي، بدل اضرار نفسيه وجسديه وتعطل اعمالي واعمالي التجاريه. مو هسه انا قدرت احوالكم ولا كان هسه انا اطلبها بالعمله الصعبه. ايش قلتي هسه يا حجيه؟ انا قايمه بس حساب حساب وياك يا عبود يا ابو الجغاير. قوموني يا الله. دزلنا اغراض وحاجات فوق ال 100,000 دينار. جابها وكيله والصناع مالته خلوها بالبيت. وفوقها خلى بيدي 10,000 دينار. دي داري وكست غير المحامي ماله اجاني وحكى اشكال وارنق بس كل شيء مكتهى. حج عثمان بدر الغافل حاس هو السبب. ابد ابد فهيمه، هذا تدليس. انت ما تعرفين البدر الغافل مثل ما اعرفه اني زين. اعرفه كل الزين حجي، خال عيني على فايزه. بس اريد اسالك يرحم اهلك، شنو اللي بدينا نقدر نسويه؟ نقدر ندفع الدين مالته؟ كذب ما نقدر. نقدر نعوفها للشقة ونطلع؟ كذب ما نقدر. وين نولي نتهجول؟ كل شيء ما نقدر نسوي. شفتي فهيمة؟ شفتي الوقت الرد شلون دا يشتغل ويانا؟ بالعكس، ولا انت اللي كنت درقة وسيف ضد بدر الغافل هسه تحجين من جانبه، فشلون الناس ما تطمع فينا؟ شلون؟ مو انا اللي دا احكي حجي. الوقت هو اللي يحكي هذا الحكي. هسه ما علينا، قولي القاضي ما سألك عن المرحومة؟ هسه راح يسألني. ايه عثمان، قول زوجتها خارج المحكمة، لأن أنا رجال كبير ومريض وأخاف بناتي من الكبرى ياخذن غير طريق. إذا قال لك جنسيتها وين، قول له ما مسجلة. إذا قال لك ليش، قول له إهمال. سألوا عن سجلات أخويا، لقوها داخلة بسجلاتهم، فما يريدون يسألون ليش. ما ندري، من هي صغيرة ببيت أخوك سنتين ثلاثة بقد دخلوها بسجلاتهم. شفت عثمان؟ شفت فايدة تسجيل البنات بغير سجلاتنا؟ كنت حاسبة حساب هذا اليوم، اليوم اللي تتزوج بيه بنية وهي قاصر، واحد مثل بدر الغافل عمره فوق الستين سنة وهي قاصر. تاليتها أنت اللي تتحاسب عثمان، أنت اللي تتحاسب. زين زين، إذا سألوا عن عمرها إيش راح أقول؟ فوق ال 17 سنة. بس هي أقل من 17 سنة. عثمان، ما دام ماكو جنسية، اللي تقوله أنت هو عمرها، بعدين إذا سألوك قول لي أكون جلمتها ناعمة و... بس تشاورون؟ ماكو شيء يعني، ماكو شيء، إذا أسأله عن صحتك. أقول جلمتها ناعمة وهي صغيرونة وما يبين عليها، بس هي عمرها فوق ال 17 سنة، زين عثمان لا تنسى، فوق ال 17 سنة. الله وياك. طفلك اذا ما ماخذ لقاح البي سي جي تاخذي الهيا اليوم. زين. مفهوم؟ زين. وتسوي له دفتر صحي ومركزكم الصحي لرعايه الطفوله والامومه. لقاحاته ياخذها بمواعيدها، اذا تبين طفلك سالم ومعافى ويعيش. مفهوم؟ غصبا عليها تلقح دكتور. انت تسكت. ابوتها شنو؟ هاي مرض شهوبي. عشنو؟ عش سويت دكتور؟ عبود، الممه هذه هي سبب كل البلاوي لاطفال الرضع. الاسهال منها. نعم. التلوث منها، الامراض المعويه، امراض الجهاز التنفسي، وكثير من حالات وفيات الاطفال الرضع سببها الممه. إيه بس دكتور الله يخليك، هاي مشتريها بألف دينار. حتى لو 2000 ما يخالف، اخذها ارجعها واجيب الالف. بس كافي. خلاص اترك موضوع المهمه. نسيمة. كيف دكتور؟ ترضعين للطفل من صدرك. زين. وتراجعين المركز الصحي. زين. وتاخذين هذا فيتامين اي.
لان هذا يفيدك طيله فتره الرضاعه، مفهوم؟ مفهوم دكتور، واني هم من جانبي دكتور يعني على حسب الاصول هم خششت الحجيه فتنه جوا وهسه هي بموقف النساء، دكتور هم يعني رايدين الجماعه تقرير عن حاله نسومه لما دخلناها لهنا دكتور. عبود نعم احنا ما راح نجيب اسماء ولا راح نقول فلان او فلانه سوى فلان شي بزوجتك. احنا فقط راح نوصف حاله نسيمه عند دخولها صاله العمليات. هذا يكفي، هذا يكفي دكتور. ودعتك دكتور ودعتك الشهاب اللي شهبه باسمه. لا اراوي حجيه فتنه نجوب الظهر، ودعتك دكتور. عبود جوز من الممن. اي في الممن. هاي سبب البلاوي وفوقاها 1000 دينار. هلا بعمك مالك، اهلا وسهلا، هلا مرحبا، الله يخليك، مشتاق لك، الله يسلمك، ما تبين، قول لي شلونك انت، قول لي حمادي، حمادي وين؟ هذاك هو. اقول قول لي انت شلونك؟ زين الحمد لله، الحمد لله. حمادي، نعم حمادي، نعم حمادي، شكو؟ هلا وهلا، شلونك عمك مالك؟ هلا بيك، هلا خير، شكو؟ يا اخي اختك بالسجن. شلون؟ منو سجنها؟ عبود. عبود منو؟ عبود ابو الجقاير، هذا واحد مهرب وقشقشي. يابا اليوم الا قصف عمره قصف. شو اسمه هو؟ عبود ابو الجقاير. امشي بقى، امشي. مادي. نعم استاذي، نعم. وين رايح؟ هسه نص ساعة وارجع لك. مخصوم منك اسبوع. يابا يلا. شافتها وقلت لها بنتي مريضه بدها تقح، بلكي تعطيها ابريد ولا تقحها. قالت لي لا ماكو داعي، تروحين للبيت وتعطيها سوائل دافيه وشراب الباب من قوت، ترضعيها هوايه هوايه من صدرك. اي صحيح، بنتك قحتها كلش بسيطه، ما يراد لها غير بس سوائل شويه دافيه ورضعيها شقد ما تقدرين من صدرك وهي تصير كل الزينه، مفهوم؟ ان شاء الله عندها العافيه. اشكرك عيني، مع السلامه. مع السلامه. هاي ناس. ها؟ ايش بيه ستوري؟ شوف السوى باخويا، لا المرضى جدي بالشوارع. هذا شلون اعمى قلب رجل امك هذا؟ تعال ماما تعال. اذا اسوي لي مشكله وابكي لي احد يقول لي ليش؟ دبريني ام فؤاد، المره اللي يبيعني للمهندس اللي تي يشتغل عنده استاذ توفيق. يبيعك شلون؟ انت سيده نفسك. يوم هي عايرنا بالشقه مالته يقول هالأمي أستاذ توفيق قعدنا بهاي الشقة وأثثنا إياها وما يصير نكسر كلامه، بس أحسي أمره يطردها الأمي ويهجولها مثل ما هجول أخويا مهدي. هو هسه مهدي وين؟ مهدي ولادي؟ نعم أستاذي. أوف الطاسة مال الدين وتعال يا ابني. صار أستاذي. بسرعة بسرعة. شلونك ابو صالح؟ استاذ زين، عافية 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 ابو صالح. انزم وخذ هاي كبسة لها. بلع. هاي شنو؟ صدمت بس ما تقولي شنو هي. كبسة شنو يعني كبسة؟ ابوي كبسة ولا تدير بال. ابلعها ابلعها ويا الشاي. بس شوف شلون راح ترتاح ويصفى فكرك وقلبك يقوى. عافيه عافيه، شوي بعد شوي بعد. عافيه. قلبي وليدي مهدي، شغلتنا بالليل تحتاج الواحد قلبه حديد. من يتقدم ما يهابني شيء، من يسوي شيء ما يخاف. صح. وهاي اذا ابلعها راح تنسيك الخوف والجوع والعطش وراح تقفل قلبك تقفل. وهسه سلم سلاح الليل. انا افتح لوحدي؟ هلا. صدوق كذب مهدي ابو صالح، انت وياه وادر ابو جمره وتخاف؟ لا على بختك. اسمعوا بلي، الليله راح ناخذ سياره من سيارات دول الحصنة للكراج. زين زين، ويمكن ناخذ ديش التاكسي اي، لانه ما عليها شبهه. خوش
بس من يشوفون شيء تجولي طلقة بأي تأخير فهمتوا؟ ها؟ صار الليلة لازم نطلع الدايرين شد جديد. صار دايرين شد جديد تدلل استاذي. يلا صار يلا مهدي. شيلي ان شاء الله زين. علي بعد لقاح البي سي جي اللي انطيته اياه عندكم ثلاث لقاح ثلاثي. لقاح ثلاثي شنو؟ لقاح على شكل ابره ضد القزاز والخناق والسعال الديكي وياها جرعه الاولى ضد شلل الاطفال. وهي تنطي ثلاث مرات وكل شهرين يعني بالشهر الثاني والرابع والسادس وبالتاسع لقاح الحصبه. عيد تحتفظين بهذا الدفتر لان بجدول كل اللقاحات. زين والله لو عشر شبه وعلقه بنص الغرفه هو كم شهر هو بعدنا هو واحد والله يخلي له لك. شوفي عزيزتي ابنك وزنه اقل من المطلوب وتراجعينه خلال هالاسابيع والمي تفوريه وتبرديه وتحطيه بتمستطيه بالخاشوقه شويه شويه. زين ممنوع ممنوع ترضعيه من حليب القواتي ترضعيه من صدرك. اه سمعتي ترضعيه من صدرك ليش؟ لان الرضاعه الطبيعيه صحه وعافيه وغذاء ودواء. ها وش دكتوره؟ زرزور يا شماله زرزور دخلنا فحص 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 دوقه يسموه الفحص. بابا بلتي ولتي يعني حاول ويا لما تطلع اختك من السجن الكاميه مو هاي اكلها القمر خطيه ملخت ملخت مو مال ويا ذن زايت القاع. دير بالك وخلي عينك هنا دا تشيك المكان واجيك. دير بالك والحل يا ام فؤاد. احاول امركم واحكي ويا النواف واذا ما اجى للطريق استدعي التوفيق. انا اريد اشتغل مو ما اريد بس علاقه الشغله معقوله ما تحرمني من دراستي حتى لو اكمل مسائي او خارجي. يراد لها شويه صبر. دروحي هسه صار دنيا ليل يصير خير ان شاء الله. زين مع السلامه. مع السلامه. عبود عيني عبود
تفيد والعينك خذينا تاكسي خلي نروح. يا تاكسي فلوس ودنيا الليل وهالهوى العليل وال يا عين هسه من العصر لي حتى رجلي وقعت. زين 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 ها هات تاكسي يجي. يلا دخل. دقيقه دقيقه يلا تاكسي تاكسي. شهوبي اي نايم في دول عمرك. شوف عبود شوف شوف كأنه ملاك طالع على ابو. الو نجدة عندكم احد عنده لاند كروز؟ منين يا حسره؟ ودلويش؟ لا ماكو شيء فد حسب عندي. أنا شاك بوجه مو غريب علي واقف يم لاند كروز من طلعنا من المركز الصحي. اي من هو يا عبود؟ من هو يا عبود؟ شغل مخك يا عبود. اها عرفته قدري اكو فتنه. وش يريد هذا عيني؟ جاي يعزمنا على عشاء جاي يدور شر ما تعرفين انت؟ يما اسم الله يما اسم الله يا ساتر يا ربي اسم الله يما شهوبي. هذا عبود اذا ما تتمعنا على ضلوعه ما راح ينطي جنازه. بابا نحاول وياه بالعين ولا غادي ما فاد وياه احنا نعرف شغلتنا وياه. انت متاكد عبود هذا وراه هدف؟ بابا يريدش كم قرش بيكم؟ كم قرش شنو يابا؟ بابا احنا اربع قروش ما عندنا ننوب علينا عبود تالي وقت. نزلوني هنا نزلوني 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 لك شبيه انا راح اراك بشارع روح يلا يلا صح 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 عبود روحي تعبانه وياكم رجعان. ليش؟ لا تسألني اخوي اعطونا هوياتكم. عبد الحبيب الله يسلمك شو لا انت مرور ولا يعني الهويات ليش؟ اخي لا تناقشني انت، اشاره جت تبعكم يعرف انتم من هو وشنو؟ احتمال مشتبهين بغيرنا. تفضل هاي ما تاكل اخويا، دفتر خدمتك العسكري يا رجعان. سيدي يرحم اهلك، احنا بيتنا براس الشارع، رابع فرع على اليمين. تفضل تعال ويانا. تعال ويانا اهلا وسهلا بك. ماكو داعي يا ابوي، دفتر خدمتك اخويا. لحظة يا ابوي لحظة. تفضل. ليش تبعتوا سيارة التاكسي هذه؟ طريقنا منا. طريقكم منا؟ طيب ليش وقفتوا هنا؟ يا اخويا ممنوع خوما ممنوع. اسمع اقول لكم اي تصرف مو طبيعي ترى مرصود. سيدي يرحم اهلك تعال ويانا للبيت وتاكد بنفسك. ماكو داعي حجي واتمنى الاشاره اللي جتنا غلط. ترى احنا موجودين هنا ها. هذا وجهك اخويا. تويا بيها؟ موجوده. نعم الله عليك. الله. ما صدق عجيب احنا تحت المراقبه يا ابي يجوز عبود من عناصرهم يا معود يا عبود عبود هذا تمويه تمويه احنا علينا مراقبه نحكي عزاوي وجماعته بس ما حد نطق افاده بالمحضر واسمي ما موجود وياهم احتمال اسمي انا موجود ايش مدري كثر الداق يفك اللحيم ولا مباشر عقبه عزاو بن شلغام جارك من العرقوب على قولته للفيل. معودين ترى انتوا رايحين كلش بعيد. ترى قضية سوق القماش وحسبة البنزين خانة انسدت من زمان. عزيز ترى سلح لوق فلوس بس قضية توقيفه على السلاح مو غيرها. ايه
ادري يا شماله، بس لازم نتاكد يا حبيب. وعبود نعوفه واختك مو راح تطوق وتموت. لا على بختك شماله، حمادي موجود يا بلنزل عليهم مثل القضاء المستعجل، مو اليوم باكر. حسيب وين ولا حسيب؟ لك حسيب ابنك هم قلب كشعاع. شباب هسه الناس نايمه ببيوتها والنعمه قدامكم. ايه اريد منكم تايارات جديده. تايارات؟ اي تايارات؟ حلو استاذي، صاحبنا خدر رش على وجهه مي. مهدي مهدي اصحى 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 مهدي. صح النوم وليدي؟ هاي شنو؟ بعدنا بسم الله بالطبق؟ دا شوفون ديش السوبرات والبرازيلي؟ اي دا نشوفها. بس استاذي انت ما دا تشوف هاي الجلوبات الكبيره مشعوله بالساحه؟ اسمع لا تخشون بين السيارات، واحد يرفع واحد يفك التيارات. صار واذا شفت شيء ذاك الوقت ادق لكم هوري تجوني مثل الطلقه انت وتيارات. صار معلوم؟ صار. تايارات؟ اي تايارات. مهدي ابو صالح حبيبي اريدك ترفع راس عمك لفوق صدوق كذي ودعتك ودعتك لسوي لك غرفه مخصوص بالقراج واثث لك اياها ذاك الاثاث المعتبر وخلي رجل امك يطب الف برض. بس ابو جمره. لا 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 بس ولا هم يحزنون. ماكو بس بشغلتنا مهدي ابو صالح. تقدم اي تقدم قول لي هي حرب وما حرب. يلا وليدي يلا علاء يلا توكل يلا. ايش قد عمرها المجني عليها؟ يقول لك بنتك بنتك ايش قد عمرها؟ ما سمعتني؟ هي 17 سنة فضيلة القاضي 17 سنة. هنا التقرير الجنائي المرفق بتقرير التشريح يقدر عمرها ب 15 سنة. قل لي زوجها موجود؟ العفو سيدي ما استدعيته. يستدعى الزوج للمثول أمامنا لأخذ أقواله. شو يشتغل؟ هو فضيلة القاضي صاحب عقارات ومزادات الله مفضل عليه. ايش قد عمره؟ يعني هو ايش يعني احكي من اسالك جاوبني ليش خايف انت؟ ايش قد عمره؟ هو وسط الزلم. اها مسجل بالحيثيات وسط الزلم. ايش قد عمره بالتحديد؟ هو بالحقيقة 68 سنة بس هو يحلف يمين يقول 58. هنا مربط الفرس. وين عقد الزواج؟ موجود موجود. وينه؟ هو عندي. لا عنده. هو عنده بطاقة الأحوال المدنية للمجني عليها. وينها؟ والله فضيلة القاضي ما أدري ضاعت. ما داخله سجل مدني ومزوجها خارج المحكمة، هذا ممنوع وغير جائز، ومزوجها تحت السن القانوني، وهذا عليها تبعات قانونية إذا نطبقها عليك تروح ورا الحديد كم سنة. بس فضيلة القاضي مو هي عمرها 17 سنة. التقرير يقول 15 سنة، هذا تقرير الطب العدلي
واكو تقرير جنائي واطباء وضباط تحقيق وحقوقيين وفوقاه حامل. عثمان انت موقفك ضعيف. فضيلة القاضي انا بيني وبينكم انا ما ناكر فعلتي ما ناكر. يكتب للاحوال المدنيه باستجلاب قيد المجني عليها، وقررنا تمديد توقيف المتهم المدعو عثمان عبد الرحمن لحين فضل. مساء الخير سيادة القاضي. أهلا وسهلا. صبري مصطفى المحامي ووكيل المتهم. نعم. فضيلة القاضي هاي قيود المرحومة والزوج، والعمر حين الزواج 17 عام، وهذا قانوني ومشروع وبموافقة الأب. تفضل. هذا تقرير طبي عن حالة الحاج عثمان الصحية، ووقع من أرفع لجنة طبية. تفضل. وسيادة القاضي هذا التماس بإطلاق سراح المتهم لعدم مسؤولية الحاج المباشرة بحادث مروري صرف غير متعمد. فضيلة القاضي تؤمر شي حضرتك؟ وين؟ سجاي سجاي شو يسألك وقف دوك شوف لنا ما فيه السجاير تعال وقف السجاي شو راح يورطنا هذا منين جابه ابو جمال شنو؟ صدق جديد؟ بيت ابو رافد بيت ابو رافد سيارتكم راح يبوقوها حرامية حرامية عيني دشتة الو اني نجده فدو نروح لكم جوينا حراميه ما قول السيارات اني نجده فدو نجده لحقونا جوي حراميه ما قول سيارات مال بيت ابو رافد يمنا طلعوا يمنا فدو نروح لكم بسرعه عيني بسرعه ما شاء الله مصيبه شنو هاي استاذ ابو جمره اكو سياره ورانا خاف مال شرطه سوق مالك اي شرطه يعني راح يلزمونه ارجع يلزمونه لك ليش تضرب؟ ترى مرت اللغة اقصها لايدك لا لا على ما اسمح لك مهدي صار رجال ما اسمح لك تعامله معامله الزعطوط بعدين مهدي بصويره تربط جراج حويجر ابو جمره هيدي صدق صدق بيضت وجهك أقول لك أبو صالح شغلة التيارات مو سهلة تيارات؟ أي تيارات؟ ورد أبو صالح سوق علاء خلينا قام يقرب وحي تنصب تيد تصم وريحتك يا مشهور عين عبو الدكتور يقول المي لازم تفورة كل زين حتى الجراثيم كلها تنكتب وبعدين البرده ونطي من عنده بالخاشوف في حب شوفي شهوبي قام يبكي بالقبه قومي قومي رضعيه يا ست كم مره رضعي يا عين ايش قد ما يريد حتى لو 20 مره باليوم يدلل يلا اقول لك عبود هذه يمكن ست وهيبه لان قالت امر علي
والله المرة الطاهرة هذه ما عاد شلون اطلع من خجلة. دي لملي من لملي من البيت يكسر الوجه يكسر الوجه. عوفة يا عين عوفة انا علمي عوفة. دروح شوف من ابو الباب دروح. قضية مساك الله بالخير عبود. هلا يا بهله جاي خطاه. اهلا وسهلا. بس شويه تعذرون المره نفسها والبيت مبهدل فخلوها غير وكيت. يا غير وكيت عبود هو هذا جواب على خطارك حبيبي. ابو شاب رجال ابو شاب مبروك الولد وقرت عين امه وجعله الله من ابناء السلامه. صايت المستشفى غير لو على حجيتكم كان احنا ناصبين فاتحه. عبود منو بالباب؟ هذول اهل الزبل. اهل الزبل هذول متعودين ما يشيلون الزبل من باب العماره اذا ما ندفع لهم. ابو السبيل ابو السبيل بهالليل اقول لكم انتم ايش رايدين؟ قدور يا حمادي يقولون نتفاهم. ماكو تفاهم ماكو تفاهم. سمعوني زين التفاهم هناك بالمحكمه عليكم بلاوي وتقارير وشهود. انت ايش رايد؟ انا رايد حقي. حقك؟ يا حق هذا يا حق. حقك دخول حجية السجن؟ حجيت شنو حجية؟ حجية حجية تستني وقت ملكة تدمر؟ حجية حجية وشالت لها اوبر وماسه مزنجرة وتقصقص بلع من النسوان. اقول لكم اذا سمعت راح تصعد للجناية. صدق؟ وانا راح اصعدك ان شاء الله لجهنم. نسيمة! لك شهوب الحقل! شهوب الحقل! ايش؟ اخ يا ابي طلوعي ابرزني يا ابي. نعم مرحبا سيدي. عبود اخ 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 هاي شبيك؟ افتحوا محضر افتحوا محضر اخ يا عبر ازاي اخ افتحوا محضر. افتح محضر؟ زين انت هاي منو قال بخلقتك هالشكل؟ ماكو شيء سيدي. هبت علي عاصفه اعصار بركان هب على اخ 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 راسي اخ راسي. منو؟ اخوتها؟ يسلم عقلك سيدي يسلم عقلك سيدي. افتح محضر سيدي اريد ارفع دعوه تعويض. اضرار اضرار ايش؟ القاضي هسه يحيلك للمستشفى ويطلب توقيفه. نعم سيدي سيدي هو انا شو طلب التعويض على قضيه نسيمه؟ هذا فشي بينك وبينه. لا 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 سيدي انا دونت بافادتي وحكيته قدام فضيلته. مليون خلاص خلاص سوي اخ يا ابي سوي مليون ونص. اخ يا ابي لو اطلب اكثر سيدي شو تشوف انت؟ اقول يعني سيدي اخ يا ابي اخ راشي اخ الروح اخ شهومي اخ نسومي. شفتي يا ست وهيبه شفتي المصايب شلون جاي تلتف علينا؟ ما تقول لي ليش مسوين احنا؟ شنو ذنب هالمسكين هذا واقعين عليه هي بيض هي باض وكل واحد عرض شتافه قد هالباب هذا. اختهم موقوفه نسوما ومو سهله عليهم تتوقف حجيه فتنه والمسؤول قدام عيونهم يصول ويجول. لا عاد شو نسوي يا عيني؟ اكو سلطه وهي اللي تاخذ حقكم. والله انا خايفه يا ام فؤاد. سمعي نسوما انا راح اروح واتصل واشوف لك الموقف شنو. أيه؟ المهم انت ارتاحي ودفي طفلك ورضعيه من صدرك. الله وياك عيني. بس فدوى لعينك ام فؤاد. بس قولي لي عبود هسه وين؟ منو منهم ضربك؟ كرة الطائرة فضيلة القاضي شايفها؟ انا اللعب بها باصات واحد يرفع واحد يكبس. سهل سهل ما يروح حقك. سيدي بخت الله وبختك سيدي. فضيلة القاضي دزوني عليك قالوا لي تروح لفضيلة القاضي الخفر هو ياخذ اقوالك. سيدي كتبت تعويض. هاي من يصير صلح وتحب تسقط الدعوة عالج الموقف بينك وبينه. ماكو صلح سيدي ما اتصالح ابد ما اتصالح. اريد تعويض مالي وقدره تقرر المحكمة. سيدي اعتداء صارخ اعتداء صارخ علي وبيتي. يا سلام بطلع دم نزبت من بطلع دم شنو؟ 17 بطل دم سجين 17 بطل دم نزبت من خشمي وجوز فتشي مكسور وما دا اقدر احركه. سيدي مليون ونص يكفي؟ نعم سيدي مليون ونص. سجل سجل مليون ونص تدفع كراش غير حقوق الموجوده بقانون العقوبات. انا رجل صاحب حق سيدي وهاي قضيه تقرير مصير. اي نعم يعني هذول الله بعثهم علي من السماء. ادري يعني قبل يوميه تحمل نسيمه لو يوميه الله يبعث لي وحده مثل عجيه بنت. مليون ونص سجل مليون ونص يكفي سيدي. اخذوه وجيبوا لي جنات. امرك سيدي. ها
ذولي جونات حلو لعب مليون ونص ما يكفي سجل مليونية. يلا ابو غسان انا اروح الوقت تاخر ولازم اوصل للبيت اخاف يسالون علي. وهاي من يمتى وجاي خايف لا يكون يسالون عليك ولا ما يسالون عليك؟ وين صارت سهراتك للصبوع؟ ايش اسوي لك يا ابو غسان غير انتم ما تسالون علينا بسهراتكم وبقعداتكم؟ بعدين تعال اقول لك شله الانس مال قبل ترى كلها تفركشت. يلا في امان الله. وين اذا ما تشرب القهوه مالتك ما تروح. قهوه بس؟ اي ما تفي. بعدين تعال اقول لك ابو غسان ترى هاي القهوه ما صارت قهوه ايلو باتشا هم كان هسه لحقت. على كيفك ويا على كيفك ماكو حد كلهم طلعوا اشتري اشتري كلهم طلعوا الباقي. عبد عبد عم ابو غسان الكل طلعوا قهوتك انا اعرفها اي وراح اسويها بيدي لحظات وعندك. شكرا نواف. لا شكر على واجب عمي خدامك ابو غسان. ابو غسان هذا مو نواف اللي كان يشتغل مراقب عمل عندك؟ اي باخ شلون لسان عليه لبلبان. حق باش هذا حق باش بس بيني وبينك ما اقدر بليه هم شاغول ممتاز بس لو اكو شيء ثاني بعد. بس ابو ري عنده جنس وحده طيب اذا تشوفها هذا دماغك يصير شاقول محوري. بنته؟ لا لا بنت مرته. تفضل. الله بالخير استاذ. اهلا وسهلا. الله بالخير. هاي القهوه هاي يعني بيدي سويتها مخصوص. تسلم الله. استاذ ألف عافية. شكرا نواف. نعم سعد. مو اكو حسبة بيني وبينك؟ هاي شرب قهوة عمي. يا حسبة شرب حسبة. اي محلولة ان شاء الله محلولة يا نواف. نعم استاذ. هاي البنية بنت الحلال اللي ردناها تساعد ام غسان بالبيت. اخو مو مرة القهوة استاذ. ألف عافية قلنا. استاذ ما ظل شيء ان شاء الله حكينا بالموضوع مقدور عليها هاي بسيطه استاذ. نواف وين وصلت مواصلنا؟ لا توصل ان شاء الله توصل المي خوم مو حار استاذ. لا لا خوش توصل ان شاء الله ما ظل شيء حكينا ترتبت ان شاء الله ما ظل شيء يعني زمن زمن. نواف. نعم عمي تأمر شيء بعد؟ لا وليدي لا ما نأمر شيء. مشكور يا نواف. طال عمرك. مشكور. طال عمرك استاذ. احرجته للمسكين. اي مو حتى الفقراء عندهم كرامه. هذا مو فقير. ها؟ هذا يلفط يمنى ويسرى، يمنى هذا منشار يصعد ياكل ينزل ياكل، والله تعبان. بس هذا من يكون مليان. اي. لا ما يدير. ما يدير. بعدين هي مو بنته. بنت مرته. اي بنت مرته. اشرب قهوتك. اي. وراها قلاص مي. مي بس؟ اي ما يفيد.
ته